فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب المطالعة والإنشاء لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. والدرس الثالث من دروس المطالعة والإنشاء وانتشار اللغة العربية في بلاد السند والملتان. إذن درسنا اليوم أعزائي الطلاب انتشار اللغة العربية في بلاد السند والملتان. وأول ما نبدأ به التعرف إلى بلاد السند والملتان. فالسند اسم مكان يطلق على الجزء الشمالي الغربي من الهند. إذن فلتحفظ عزيزي الطالب ولتعلم أن بلاد السند المقصودة هنا هي الآن مكان يطلق على الجزء الشمالي الغربي من الهند، وأكثره الآن يقع في باكستان. أما الملتان فهي مدينة باكستانية، وقد فتح بلاد السند والملتان القائد الإسلامي محمد بن قاسم الثقفي، وذلك في زمان الدولة الأموية. وبعد أن تعرفنا إلى موقع بلاد السند والملتان، ننتقل إلى درس انتشار لغة عربية في هذين البلدين. يقال إن انتشار اللغة في مختلف الأقطار ولدى مختلف الأمم، وتغلبها على لغات عديدة وتأثيرها في لغات كثيرة إنما هو حدث من الأحداث العظيمة في تاريخ اللغات في العالم. وإن سر القوة في اللغة العربية كما يعرف الجميع يرجع إلى أنها لغة القرآن الكريم، لكن نضيف إلى ذلك عوامل أخرى ساعدت أيضا على انتشار اللغة العربية بين الشعوب المختلفة. فمن تلك العوامل أخلاق العرب ومعاملتهم الحسنة مع شعوب البلاد المفتوحة أيام الفتوحات الإسلامية، فقد كانت أعمالهم مطابقة لتعاليم الإسلام. وأضف إلى ذلك أيضا من العوامل خصائص اللغة العربية التي ما دخلت بيئة من البيئات إلا اجتذبت إليها اهتمام الناس، وخاصة الموهوبين منهم، فكانوا يقبلون على تعلمها فلا تكاد تلامس شغاف قلوبهم. وفي قولنا شغافة، كلمة شغاف معناها غلاف القلب وجمعها شغف. إذن الشغاف هو غلاف القلب وجمعها شغف. ومما أيضا ساعد في انتشار اللغة العربية ما تختص به من حلاوة ومرونة، وبكثرة اتساعها في شرح العلوم وتفسيرها، وبجمالها المتمثل في إعرابها وتعبيرها وإعجازها وإيجازها ومترادفاتها وأمثالها وكثرة معانيها. كل ذلك مما اختصت به اللغة العربية كان يجتذب جماعة من العلماء الذين عكفوا على أسرارها يدرسونها بشوق وصبر ونهم، وما زالوا حتى ملكوا عنانها كأبر أبناء لها، واتخذوها أداة طيعة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم. من الذين ملكوا عنانها؟ هم العلماء في بلاد السند
والملتان، أو هم العلماء في البلاد التي فتحها العرب المسلمون، كانوا يقبلون على اللغة العربية حتى يملكوا عنانها كأبر أبنائها. إذا نحفظ عزيزي الطالب، سر قوة اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة القرآن. أضف إلى ذلك العوامل التي ساعدت على انتشارها: أخلاق العرب وخصائص اللغة العربية من الحلاوة والمرونة والاتساع والإعجاز وغير ذلك، كل ذلك قلنا كان يجتذب العلماء حتى ملكوا عنانها كأبر أبنائها. في العصر الأموي كانت اللغة العربية في بلاد السند والملتان تتوقف على الطبقة العالية من الزعماء والأعيان من أهل البلاد، والمتعاونين مع الطبقة الحاكمة من العرب في شؤون البلاد، وكذلك طبقة المثقفين والمتعلمين والموظفين والتجار والصناع وغيرهم. لكن لم يكن جميع الشعب على معرفة باللغة العربية في ذلك العصر، أي أن عامة الناس لم يكن على علم ودراية باللغة العربية في العصر الأموي. أما في العصر العباسي بعد أن انتظمت الأمور الإدارية للدولة العربية في بلاد السند والملتان، وبعد أن أقام العرب مدنا جديدة ومساجد ومدارس كثيرة وزاد العلماء العرب هناك، ازداد انتشار اللغة العربية. إذا نقول في العصر العباسي ازداد انتشار اللغة العربية لأسباب كثيرة، ومنها اهتمام أهل السند والملتان بها، وذلك بسبب دخولهم الإسلام، فكان جديرا بهم أن يتعلموا لغة دينهم الجديد. إذن بسبب اهتمام أهل السند والملتان بها، ولا سيما بعد دخول الكثيرين منهم في الإسلام ودراستهم للعلوم العربية والإسلامية. ومن الأسباب أيضا تنوع وسائل التدريس وتشجيع الحكام لذلك. إذا في العصر الأموي كانت اللغة العربية في بلاد السند والملتان تتوقف على طبقة من الطبقات، ولم يكن جميع الشعب على معرفة بها. في العصر العباسي ازداد انتشار اللغة العربية لأسباب كثيرة، لعل أهمها اهتمام أهل السند والملتان بها وتنوع أساليب التدريس وتشجيع الحكام لذلك. كما أن اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية في دوائر الحكومة العربية في البلاد المفتوحة، وذلك في العصر الأموي والعصر العباسي. إذن كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدوائر الحكومية في البلاد المفتوحة في العصرين الأموي والعباسي، وهذا أمر شجع سكان تلك البلاد على تعلمها، ومنهم سكان بلاد السند الذين رغبوا في تعلمها بعد دخولهم في الإسلام، كما قلنا لحاجتهم إلى فهم تعاليم دينهم الحنيف، إضافة إلى أنهم رغبوا في المشاركة في العمل والجيش والمصنع والمزرعة. تلك المشاركة العلمية الميدانية كانت تحتم عليهم أن يتعلموا اللغة. وهكذا انتشرت اللغة العربية بين الشعب السندي والملتاني مع بقاء اللغة المحلية مستعملة في البلاد. وقد أشار بعض العلماء إلى المكانة التي وصلت إليها اللغة العربية في تلك البلدان، فكان منهم المسعودي وهو المؤرخ الكبير. هذا المؤرخ زار بلاد السند سنة 300 للهجرة، ومنهم أيضا ابن حوقل وهو الرحالة والمؤرخ المعروف، أيضا زار بلاد السند والملتان سنة 400 للهجرة. ابن حوقل ذكر في رحلته تلك أن اللغة العربية بقيت حتى منتصف القرن الرابع الهجري مستعملة في الدوائر الحكومية ودور القضاء والتعليم، وكانت اللغة المفضلة عند الخواص. أما العوام منهم فكانوا يتكلمون باللغة السندية واللغات المحلية الأخرى في حياتهم العامة،
أي لم تدخل اللغة العربية إلى حياة عوام من الناس، وظلت اللغة العربية في بلاد السند حتى القرن الخامس الهجري لغة رسمية مستعملة في الدواوين الحكومية وفي دور القضاء والمدارس والمعاهد والأسواق، كما كانت لغة الطبقة الحاكمة والطبقة العالية والعلماء والخواص من أهل السند والملتان وأهالي المدن المعروفة في تلك البلاد. وفي القرى أيضا بدأوا يتكلمون اللغة العربية ويفهمون لهجاتها، وذلك بسبب تأثرهم بالقبائل العربية التي كانت معهم من أواخر القرن الأول حتى أوائل القرن الخامس للهجرة. وظلت الحال إلى أن حكم الغزنويون بلاد السند والملتان بعد العرب، وكان الغزنويون يتكلمون الفارسية، أي إن لغتهم الفارسية، فصارت لغتهم الفارسية لغة الثقافة والتعليم لقرون عديدة بعد أن روجوا لها. إلا أن اللغة العربية لم تفقد قيمتها وأهميتها العلمية والروحية التي ما تزال باقية في تلك البلاد بين المسلمين إلى يومنا هذا، بالرغم من سيطرة اللغات الأخرى على شعوب تلك المناطق. وقد استمرت اللغة العربية مع العلماء وكثير من المثقفين الكبار الذين ألفوا مئات الكتب القيمة في العلوم المختلفة بها، إيمانا منهم بقدرة هذه اللغة وعظمتها وقدسيتها عند المسلمين. فكان من ثمار نشر اللغة العربية لغة الإسلام في تلك البلاد قيام دولة إسلامية كبيرة في القرن العشرين، هي الآن دولة الباكستان الإسلامية. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، آمل أنكم قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى لقاء جديد أستودعكم الله وأشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.